قام وزير الداخلية محمود توفيق بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الوزارة بهذه المناسبة. منح وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية اسم الشهيد عميد محمد جمال. قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين بتسليمهم الأنواط التي صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديرا لما بذله أبناؤهم من عطاء في سبيل الوطن وما قدموه من تضحيات بأرواحهم حتى ينعم بالأمن والاستقرار. من حنوط الامتياز من الطبقة الأولى اللواء. التكريم تم في احتفالية أقامتها وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وشملت منح المتميزين من رجال الشرطة الأنواط المختلفة التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديرا لدورهم في أداء رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وخلال الاحتفال أشاد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، موجها التحية والتقدير للمصابين ولأرواح الشهداء، ومشيرا إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز للجميع. وأكد وزير الداخلية أن تكريم النماذج المشرفة من رجال الشرطة يعد تكريما لجميع العاملين بجهاز الشرطة، ويأتي ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديرا لجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل الأمني. هذا التكريم لأسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة إنما هو حافز لبذل المزيد من العطاء وتطوير الأداء للارتقاء بمعدلات الأداء الأمني الذي يرسخ لدعائم الأمن والاستقرار.